ملك حفظه الله وللشعب المغربي قاطبة على الإنجازات الأخيرة، بدءا بتأمين معبر القرقرات وفتح عدد من الدول الشقيقة والصديقة قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية بالخصوص في مدينتي العيون والدخلة، وأيضا بمناسبة الإعلان الرئاسي الأمريكي الأخير والذي يعترف بمغربية الصحراء وبسيادته على كامل ترابه. هذه الإنجازات للقضية الوطنية جاءت نتاج جهود دبلوماسية مغربية فعالة بتوجيهات وبقيادة جلالة الملك حفظه الله، مدعوما بالإصرار والإجماع الوطني الذي أظهره الشعب المغربي منذ المسيرة الخضراء المظفرة وإلى غاية هذه الانتصارات الدبلوماسية المتتالية. وإعلان الرئيس الأمريكي الأخير ليس هو آخر هذه الانتصارات إن شاء الله، فقد أبان الشعب المغربي على مر الأعوام على التفافه حول قيادته جلالة الملك حفظه الله واستعداده المستمر للدفاع عن هذه القضية بكل ما يستطيع وبكل ما يملك. إنه تحول كبير في مسار هذه القضية الوطنية تبعته إجراءات عملية، هذا الإعلان الرئاسي الأمريكي مثل قرار فتح قنصلية بمدينة الدخلة واعتماد الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً في إداراتها وسفاراتها خريطة المملكة المغربية كاملة غير منقوصة. لقد قال جلالة الملك سابقاً إن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي حقيقة يؤكدها الواقع الثابت على الأرض، وإن كان هذا الأمر ليس رهيناً باعتراف الآخرين إلا أن موقف المغرب لا محالة يزداد قوة مع مثل هذه المواقف والاعترافات الدولية المتزايدة. إن تصعيد هذه الانتصارات يتطلب عملاً جماعياً وجهداً دؤوباً متواصلاً، وأود أن أؤكد هنا أننا لا يمكن أن ننجح في معاركنا الكبرى إلا بهذا الإجماع الوطني والإصرار الوطني والثقة في المؤسسات والثقة فيما بيننا. واسمحوا لي هنا أيضاً أن أؤكد أن المغرب والمغاربة خلدوا تاريخاً مشرفاً تجاه القضية الفلسطينية وتجاه القدس الشريف، وما باب المغاربة إلا شاهد على جزء من هذا التاريخ المشرق والمشرف. وهذا ما جدد التأكيد عليه بلاغ الديوان الملكي الذي أخبر بمكالمة جلالة الملك للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذا أكد بوضوح وصراحة من أن جلالة الملك حفظه الله نية في مرتبة قضية الصحراء، وأن عمل المغرب، وهذا كله كلام جلالة الملك، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبداً لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، انتهى كلام جلالة الملك. وأكد كذلك بلاغ الديوان الملكي حرص جلالة الملك على الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف وللمسجد الأقصى، وذلك بصفته رئيس لجنة القدس.